رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عارف عوض الزوكا اجتماعا للجنتي التجهيز والنظام والاستقبال واللجنة الإعلامية الخاصة بالإعداد والتحضير للاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 من أغسطس لعام 1982. وأكد الأمين العام خلال الاجتماع أن الاحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر يجب أن يكون بمستوى يليق بمكانة المؤتمر الشعبي العام الوطنية من خلال المهرجان الجماهيري الذي سيقام بهذه المناسبة في 24 من أغسطس المقبل، والفعاليات المصاحبة التي ستتم للاحتفال بتلك الذكرى. شدد الزوكا على أهمية أن يكون المهرجان الذي سيقام بالمناسبة استثنائيا في عملية الترتيب والإعداد والحشد والتنظيم، ويعكس مواقف المؤتمر الشعبي العام ويعكس مواقف المؤتمر الشعبي في الحفاظ على الثوابت الوطنية في مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية ومواجهة العدوان والحصار والاحتلال والإرهاب. وأوضح الأمين العام أيضا على أهمية أن تعد اللجان الخاصة بالإعداد والترتيب للاحتفال بالذكرى 35 للمؤتمر خططا تفصيلية متكاملة وشاملة لعملها في مختلف الجوانب، وبالذات أن هذا الاحتفال سيأتي مع استمرار عدوان التحالف الذي تقوده السعودية على بلادنا وشعبنا منذ أكثر من عامين، وبما يعبر عن موقف الشعب اليمني والمؤتمر في رفض العدوان والحصار ومقاومته والتأكيد على الاستمرار في الصمود والثبات وتماسك الجبهة الداخلية والوفاء لدماء الشهداء وتضحيات الأبطال الذين يقدمون أرواحهم دفاعا عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله. هذا وقد استمع الاجتماع إلى عدد من المقترحات والأفكار المتعلقة بالإعداد والترتيب للاحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام 35 في 24 من أغسطس المقبل.